السلام عليكم، ازيكم؟ في حد يا جماعه في القاعه دي ما خدش ان سيت؟ في حد في القاعه دي ما خدش ان سيت؟ يعني يا جماعه ايه اللي عمره في حياته من وهو بيبي صغنن باللبوسه دول ما خدش ان سيت في حياته؟ يرفع ايده، في جايزه من اللجنه المنظمه 3000 جنيه. شفت؟ سبحان الله، سبحان الله. اوكي طيب، دكتور احنا حسام عندنا حاله. هياخدها وبس بيتبرع بيها دايما، بياخدها ويتبرع. انا مالي، هي رميده اللي هتدفع ال 2000 جنيه وانا بنف يعني كده من المهم، عندنا عيانه 65 سنه ادمتد للامرجنسي، جايه بملينا عادي جدا، كلنا عدينا بالموقف ده، الست ام 65 سنه اللي شايلينها الناس وجايه بملينا، وهي بتقول ان ما كانش قبل القصه دي عندها اي ابدومينال بين او ديسكومفورت، وما فيش اي فاميلي هيستوري اوف جاستيك اسريشن او جي اي بليدنج او اي حاجه بهذا الشكل. يعني هي دي اول سلوى بلدهم كده، اول واحده دي هي دي اللي تيجي بالملينا. يعني العيانه دي بتقول ان هي كانت بتاخد نابروكسين 500 ميلي جرام توايس بير داي، بقالها يومين، هم يومين بس، جرسين يومين بس، علشان يعني والله انا كمان والله ظهري واجعني ده، بس مش هاخد البروكسي. المهم العيانه في الاكزامينيشن بتاعها كانت شويه هايبوتنسيف، ضغطها 84 على 57، وتاكي كارديك هارت ريت بتاعها زي ما حضراتكم يعني شايفين كان عالي شويه. بعدين ابدومينال اكزامينيشن ما كانش فيه حاجه غير يعني بناين خالص، وداوت اني تندرنس ولا اي حاجه، عملنا شويه لابس بسيطه، هيموجلوبين 7.5 7.2 قليل طبعا، والهيماتوكريت 27.4%. طبعا ما دام اي رقم مكتوب ومعلمينه احمر يبقى الكلام ده مهم. كل بقيه الحاجات كلها طبعا ايه طالعه مش طب ما ايه قصه الانيتسيتس؟ الانيتسيتس دي حاجه جيما جيجن 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 جيجن، حاجه في هيستوريك خالص من اول ما قبل الميلاد، من اول ما كانوا بيستخدموا الويلو ليف اكستراكت عشان ماسكو سكيلتال بين سنه 99، كان الاختراع المذهل بتاع الاسبرين، اول مره في التاريخ 1899 اخترعوا الاسبرين. سنه 1938 ل 1950 ابتدى بقى يبقى في مناظير واندوسكوب وحاجات، وشفنا امبارح طبعا المحاضره اللي قدمتها الدكتوره شيماء عن الدكتور مازن عن الايرلي سكوبس، ابتدوا بقى ان اول اندوسكوبيك ايفيدنس ان ممكن يحصل شويه التريشن. سنه 70 82 ابتدى يطلع بقى النون سيلكتيف ان سيدز اللي هي التانيين غير الاسبرين. سنه 92 كان هذا الاكتشاف الذي ظنوا ان هو هيكون الحل الجميل للبشريه، اختراع الكوكس 2 اللي هو مش بيأذي ومش وحش ومش كخه وزي العسل وامور. طبعا ما طلعش كل الكلام ده يعني مظبوط، وسنه 98 كان الكوكس 2 كان ابرو. المهم ان سيدز لازم انا ابقى شايف عندي بنفيتس فيرسس هارت، ايه الميديكال يوز بتاعت ان سيدز؟ انالجيزك، انتي بايريتك، انتي انفلاماتري، في لو دوز بيشتغل كانتي بليتلت، بيشتغل عشان بروتكشن في الفاميليا ادينوفيتس بوليبوزس، بيشتغل حتى كمان في كلام على الالزهايمرز ديزيز، وكمان بعضهم بيشتغل كيوريكوزوريك. طيب ايه بقى الحاجات اللي بره الجي اي تي الكخه الوحشه بتاعت الان سيد؟ عندنا انه ممكن يحصل بليتل ديس فانكشن، عنده تاثيرات على الكارديو فاسكولار، بيعمل هايبرتنشن وبيعمل انسدنس يعني هارت فيلير، اكيوت رينال فيلير، اوت توكسيستي، ايديما نتيجه سولت اند ووتر ريتنشن، انالجيزك نيفروباثي، ودي طبعا مشهوره، وثلاث ارباع حالات الرينال فيليرز الحاليه اتريبيتد عشان طبعا الان سيد على السي ان اس، وبيعمل تينيتس وديزنس وفيرتايجو، وكذلك ممكن في البريجننس ممكن يعمل برولونجيشن اوف جستيشن اند انهبيشن اوف ليفر، بالاضافه انه زي اي دواء في العالم ممكن يبقى ليه هايبر سنسيتيفيتي بالطبع. اوكي في ناس شايفين ان الخناقه اللي ما بين الجي اي تي وما بين الان سيدز، يقول لك ايه يا عم شغل الاسبرينه بتاعت الصداع والمعده ما هي تعبانه طول الوقت. في ناس شايفه ان الخناقه كده اخس عليك يا وحش بس، يعني هو شايفين الخناقه بالبساطه دي، واحنا طبعا قاعدين بنتفرج على الموضوع بتاع الخناقه ده كده، انما الحقيقه ان الخناقه بتاعتهم اشد من كده شويه، لانها خناقه يا قاتل يا مقتول.
تمام. طيب ايه بقى الابر جي اي ادفيرس ايفنتس بتاعت NSAIDs؟ ديسبابسيا، اسفجايتس، ستريال ستريكشر، جاستريك انجيدينال بيتيكي، ايروجنز، التريشنز، بليدنج، اند ايفن بيرفوريشن. وتايب سي بقى كاسترايتس وكل الكلام ده. باث فيسيولوجي بتاعت القصه دي ان انا عندي حاجات في صفي وحاجات ضدي، حاجات بروتكتيف وحاجات اجريسيف. الحاجات الديفنسيف اللي هي البايكربونيتس، الميوكس، الهيدروفوبيك لاير، البروستاجلاندينز، الميكوز، البلاد فلو، الابيثيليال رينيوال، والحاجات اللي هي بتعارضني وبتشتغل ضدي هي الانسيدز طبعا، اتش بايلوري اللي هي كنا يعني اتكلمنا عليها جلسه كامله، بيبسين، بايل اسيدز، سموكينج، والكحول اللي هو طبعا بيودانه في اي حاجه في الدنيا حتى بيودانه في الطلقات. المهم الموضوع كله عباره عن بالانس زي المنظر احنا شايفينه ده. لو حضرتك حركت اي stone of this structure it will fall apart. Direct effect بتاع الانسيدز هنشوف ان ادي normal gastric mucosa 16 دقيقة يعني لو يعني يقول لك في 16 دقيقة هنشوف ان المنظر بتاع الميكوزا اتقلب وطبعا بقى inflamed وبقى في مشاكل بالشكل ده under microscope. مش بس كده سيستميك افكت بتاعت الانسيدز معروفه جدا، عشان كده مش هيفرق انك تاخد الانسيدز انجكشن، لبوس، صفوف، حقون، حلوق، كل ده برضو ليه هارمفول افكت لانه بيشتغل سيستميكالي على الميوكوزا بلاد سبلاي، على البروستاجلاندين، على الميوكوزا ميوكس برودكشن، على البايكربونيت، كل الحاجات اللي احنا قلناها كحاجات بروتكتيف. اذا الانسيدز هتقل البروستاجلاندين، تزود تي ان اف، تزود النيتروفيل، الاندوثيليال اتيجنز، تعمل كابيلري اوبستراكشن، تعمل نيتروفيل ريليس اوف بروتيزز واوكسجين درايف فري راديكلز. ده هيعمل شويه اسكيميا وهايبوكسيا، وده شويه هيعمل اندوثيليال اند ابيثيليال انجري، والنتيجه الحتميه للقصه دي هي الميوكس التريشنز. اذا في اخر كلامي خالص بقول لكم ان في ثلاثه مين تايبس اوف جاستروساين ليجنز: سوبرفيشال دامج وده ميوكوز الهيمرجز اند ايروجنز، حاجات اللي هي بتبقى اندوسكوبيكالي دوكيومنتد حتى في العيانين الاسيمتوماتيك او السايلنت بيشنتس، واخيرا خالص 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 السيمتوماتيك ألسرز اللي هم بيجوا بميلينا وجي اي هيمرجز. ده المنظر بتاعنا في الانسيدز انجشن عن جي اي انجري. الاكيوت انجري اللي هو من 1 تو 2 ويكس بيحصل فريكوانسي كام في الميه يا جماعه؟ اب تو 100% اوف كيسز، بينما الكرونيك اللي هم اكتر من 4 ويكس ممكن دول يبقوا 30% من الحالات. فعشان كده البيراميد ده هيورينا الريلاتيف فريكوانسي مع الريلاتيف سيفيريتي. كل الناس ممكن عندهم شويه جي اي سيمتومز، مجموعه اقل عندهم اندوسكوبيك ألسرز، مجموعه اقل عندهم كلينيكال ألسرز، ومجموعه اقل كثيرا هيبقى عندهم سيريس جي اي ايفنتس. دي الانسيدنس بتاعتها بتناقص من اول الايروجنز اللي هي موجوده في اكثر من 50% من الناس لغايه الابر جي اي كومبليكيشنز اللي هي ممكن تبقى موجوده في 1 او 1.5% فقط. النسيدز هتعمل سيجنيفيكانت ابر جي اي سايد افكتس ازاي؟ الكلاسيك NSAIDs لوحدها مسؤولة عن ربع الحالات بتاعت Drug Adverse Events. يعني كل احنا دلوقتي نعرف مثلا حوالي 10 تريليون دواء في الدنيا، ربع السايد افكتس بتاعت كل هذه الأدوية على كوكب الأرض، كوكب الأرض سببهم يعني يعزوها إلى NSAIDs. رقم مرعب هرمندس إن يبقى وان سينجل دراج كلاس يبقى مسؤول لوحده عن ربع مشاكل الناس بتاعت الدراجز. 15-40% من الناس اللي عندهم NSAIDs هي اكسبيرينس ابر جي اي سيمتومز، 50% منهم هيجي لهم سم جاستريك ايروجنز، واب تو 100% ويل ديمونستريت سب ابيثيريال هيموجز زي ما وضحتها لحضراتكم. 80% من البيبتيك ألسر بيأوكير في العينين اللي بياخدوا NSAIDs، و 50-60% أساسا بيكونوا previously silent، و up to 4% منهم ممكن experience life threatening upper GI يعني bleeding. في أمريكا بيقولوا إن NSAID مسؤول تقريبا عن 107,000 hospitalization وتقريبا 16,500 وفاة كل يوم. نرجع للحالة بتاعتنا، هي مش بتشرب كوفي ولا الكحول ولا بتسموك، هي بتاخد بس الـ NSAIDs، وبالمرة كده افتكرت وهي ماشية في السكة ان هي بتاخد ايضا كلوبيدوجريل. اذا انا عندي اكتر من ريسك فاكتور، هي 65 سنة بتاخد NSAIDs بتاخد كلوبيدوجريل، هل الكلام ده ليه دعوة بالحالة؟ ونفتكر طبعا ان العيانة جت بميلينا وهايبوتنسف، اكيد اول ستيب هعملها ان انا اعمل لها ريسسيتيشن، هتاخد ار بي سيز، حتى هنعللها البلاد بريشر. ايه اللي هنعمله بعد كده؟
ده بقى اللي هنعرفه من الدكتور وائل عارف.